السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My brothers and sisters, welcome. مرحبا بكم للجميع. قرآن تيشير USA ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے، اور یہی نام ہمارا فیس بک پیج کا بھی ہے، قرآن ٹیچر USA. لائک فالو ضرور کریں، شیئر کیجئے، ٹھیک ہے؟ اور if you interested in قرآن کلاس آن لائن then contact us in the WhatsApp number. تو آج سورہ زمر جز نمبر 24 ہے، پارہ نمبر 24، الجزء الرابع والعشرون، ورس نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے، ورڈ بائی ورڈ تجوید. تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے ہم لاسٹ کے 10 پارے اپلوڈ کریں گے، لاسٹ کے 10 پارے 10 جوز، اس کے بعد ہم پھر دوبارہ قرآن کے شروع سے سورۃ بقرہ سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين. نور مشدد میں غنہ ہوگا، رائٹ. أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله
أليس الله بكاف عبده بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخمفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا for watching. Please subscribe Quran Teacher USA International Abraham Quran Academy. If you're interested in Quran class online for your children, then contact us on the WhatsApp number anytime, anywhere. Inshallah, see you with the next lesson. Agli video mein aapse mulaqat hogi. Hum ijazat dijiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Humne jo start kiya hai juz number para number 24 se 24 number pare se dobara humne start kiya. Last ke 10 pare complete ho jaye phir hum dobara shuru se Quran ke shuru se start karenge. سورة البقرة انشاء الله. ٹھیک ہے تو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.